فيول محروقات مقابل خدمات، خدمات استشارية واستشفائية. طبعا هذا الشيء ما كان بيصير لولا جهود جبارة من اللواء عباس إبراهيم وفريق عملنا كله. اللي عم بيعطينا فيول اللي هو مثل ما بتعرفوا مش مطابق لمواصفاتنا، او نعمل سواب. في حال نعمل سواب يعني في حدا بالعراق بياخد هيدا الفيول وبيعطينا بداله الفيول اللي نحن بحاجة له. نعرف نقاط إيجابية في السوق اللبنانية وتوفر الخدمات الصحية والخدمات الأخرى.